انت تشارك. المويه ساقطة. انت كأنك صايم. والله خبرك شنو؟ والله هو قاعدين فوق الدنيا دي. والله انا بحكي لك، انا غايت وعندي طموح ومستقبل كذي، بس حصدت الطماطم دي، شفت البنوره دي كلها كمان انا حصدتها. ايوه مستقبلي في عقطين ببرندات الله، وبوتجاز ودايره امن مستقبلي واكمل نصف ديني حتى النبي. الوسيله ايوه الوسيله الوسيله ها ما كان الوسيله اسم الضوء. خلاص معليش، شفت البنوره دي بزقيها كل 13 يوم وسع، عملت لها اكياس عشان من الطير ياكلها وينقذها. لكن اقول لك كلام، ايوه يا اخي في واحد ما حقني محقه، ما حقني محقه شديده. خلاص هجينا نفجخ الطماطم وبياكل اكل من خر نخر يوميا، ما ناخر لك عن ثلاثه كان اربعه بنظرات شلغفه من جوا، نحت. شفت الجنجدات؟ ايوه مش لما نجي يقلوا بياض وصفاره جوا ده، ايوه الجنجدات ده بس بخليها مخوله زي الجنجدات زي المحه. عذبني عذاب وعمل لي نحتر تفيقه، وعشان ده عشان زرع الزرع زول ما بحرسه، خلي على الله ساي. لكن اجينا ده انا بعمل له كمين، بكمل له كمينه الله يا ذا، ونوقع فيها دي بعذبه ليك الممسوخ ضر اكله ضر. والطماطم دي بعصير عصر عصر واحده قطعه عصير عصر كذي منتقم منها، يعني قال لها حي عليك الطماطم دي، ما طماطم انا ما زارع انا اسوي لها شنو انا؟ الله يا زاهو اقول لك فكره، اعمل له شرك نلبيت له يوم فوق تحت الجيفه دي، نلبيت له. بتلبيت معاي؟ والله البيت معاك ان شاء الله. لباتي والله انا لباتي، المره فاتت مزرعه السني والله زارع فوق البطيخ، بيجي واحد معذبه ومنجده يشيل البطيخ ويجري. الكلام ده بتعمله معاي 200 الريح. والله الريح تهج انا بطرق اسم الضوء اسم الضوء. معليش معليش اها نلبيت له. بعد ما نلبيت له هلا بدنا هذول بس المغاربيه كذي صلاة العشاء كذي نديها غمدة، اي صلاة قريب كذا صلاة الصبح نقوم نتسوق ونديها غمدة. هنا كان بيجي صلاة الصبح اها، وكان بيجي مع الباكريه ما بينقبض، الجو ما بارد والجري سمح فيهم المساكة كسمحة، لكن بيجي نص صد نهار وقت السحاي ذاك انا كاردو كيفين. والله 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 ما بتكرد والله تقول طبيعي، يجيك نص نهار. والله نص نهار ده مو خاتي سرير الحبابي بتاع العنقريب. والله كنا عايم لكن الله حرام عليه، جاتني في طماطني ان شاء الله تجيو في ركبيه وديل الطويل الغليظ وكرع عريض عروض، تقول شغال طياني ما فجأة لك الزرع. والله العظيم فجأة الزرع دي ما تلقى زول بفجأة لك الزرع ساقي. انا الطماطم دي احول منها تبع، شفت اخر المحصول ده هي. اعمل عقطين ديل المعروشات بالبرندات ديل واستزوج منهن واشتري بتجازي ده وقبل لي حصاد ثاني ما ينسرق. انت يا جيل قاعد تعرف مين؟ خدوج. خدوج؟ اي خدوج بنت البلوله. والله 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 نعم النسب. والله نعم النسب. نساب. والله نساب. اي والله نساب ومفعول به. ايوه حتى النبي اص شفت الخدوج ده اللي هي العقمه اس على ما البنوضره دي بس تنقطع بيجاي، بس الله يقبضني الحرامي. جد فيش ما اجن ها بكبه داكا داك مال حرامي بتاع الطماطم. انا اخو الحرام مكازول ومر عليه ومر عليه هزا ويا هزا يومه.